السلام عليكم ورحمة الله. ستجدون طريقتي الغريبة اليوم في التحدث باللغة العربية، أن اللغة العربية تحث على الاكتشاف للحقائق الماسونية، ولهذا لقد قلت كلمات على القافية. اليوم قررت باش غادي ندير فيديوهات متنوعين، من بيناتهم كشف حقائق الماسونية وخصوصا عند الروابط والمغنيين. اولا، اول ماسوني غادي نكشفوه هو امينيم. كما كتعرفوا واحد رابور اللي مشهور بزاف، والسمية ديالو هي مارشال مادرز، ولكن السمية باش اختصرها ولا بدا تربيها هي امينيم، حيت بجوجهم سمياتهم مارشال مادرز كيبداو بام و ام وشالكم ودار امينيم. هذه هي اول معلومه. ثاني حاجه، امينيم ما بين الروابط اللي كبار بزاف وعندهم واحد الثروه هائله، والثروه ديالو الحاليه تقدر ب 160 مليون دولار. وتخيل 160 مليون دولار، واو راه بزاف. ومن بعد تشوفوا معايا دابا واحد التصاور كيدلوا على رموز الماسونيه وعلى علامه العين الواحده. كما كتشوفوا هاد التصاور هادو اللي قدامكم كيبينوا لكم هاد العلامات. ومن بعد كاين واحد دليل واحد اخر اللي الصراحه فاش تصنت لهاد الشيء راه بزاف، شي حاجه اللي واقعيه، وكاع نزلت لكم بالترجمه ديالها باش تاكدوا ان داكشي اللي تيقول حتى اللي ما فهمش الانجليزي تاكد ان داكشي اللي تيقول راه نيت بصح. خليكم مع الفيديو. كيف ما شفتوا في الكليب تاع امينيم قال بلي هو باع روح ديالو للشيطان والعياذ بالله. من بعد كاينين واحد اغاني المعكوسه، هذه هي مشهوره عند الدول الاجانب بزاف. اغاني المعكوسه هاد الاغاني هادو تكون اغنيه عاديه، ولكن الا مشيتي حتى قلبتي رديتي اغنيه معكوسه باش تصنت داكشي اللي تيقولوا تلقى عندها معنى اخر. وهذيك الاغاني المعكوسه علاش كيتاجو كتوجه رساله للعقل الباطني ديالك اللي لا ارادي، ما كنقدوش نتحكموا بالعقل الباطني. هذا الشيء والعقل الباطني خطر من العقل العادي. علاش؟ حيت العقل الباطني كيكتسب معلومات اكثر وكيبقى شاد شي اغنيه. علاش؟ في نظركم نتوما ملي كتغنيو شي ديسك وكيبقى واحد اللي كدماغكم كتلقاو راسكم كتغنيو ولا كديروا هذيك كتساهوا معاه، هذاك هو العقل الباطني كيشد شي حاجه اللي واخا انت ما باغيهاش ولا لا ارادية كيجي وكيلصق عليك. المهم غنوريكم واحد اغاني معكوسه اللي في الاول تسمعوا اغاني مشهورين تسمعوا عاديين، ولكن حتى الاخر غتسمعوا معكوسه. كيف ما شفتوا إبراغانك الأغنية في البداية كتكون عادية، وفي الأخر فاش كتقلب وكتولي معكوسة كتعطي دلائل على كلمات ورموز شيطانية. خوتي كان هذا الفيديو قصير بزاف، إلى عجبكم هذا الفيديو مسوش لايك سبسكرايب كومنتار، والفيديو الجاي اكتبوا لي تحت شنو بغيتوني ندير لكم، واش نكمل في هذا السيري اللي تاهي جديده كشف حقائق الروابط الماسونيين والمشهورين، ولا بغيتو شي فيديو واحد اخر. المهم القرار كيرجع لكم نتوما ان شاء الله. حتى الحلقه الجايه.
Bye.